ثواني بس، ثواني ثواني، عشان خاطر احنا واضح ان احنا كلنا دخلنا في عالم المثاليه والحياه الجميله وكره القدم اللذيذه اللي كلها كيوتنس، واللي يا جماعه معلش يا جماعه اللعيبه بيلعبوا بخشونه كده ليه، وناس تانيه طالعه تتكلم تقول لك هو ايتو بيقول ايه؟ ايتو بيقول ايه؟ ايتو في اوضه مغلقه بيحفز لعيبه منتخب الكاميرون علشان خاطر داخله على منتخب مصر في دول اربعه، صامويل ايتو مطلوب منه يقول ايه؟ معلش يعني، ما انا عارف ان اخواننا الجزائريين قرفانين من سامو ايتو، بس انا مش جاي اطلع اطبل، انا مش ماسك الطبله بس عشان خاطر الناس بتكره ايتو، علشان شايفه ان في حاجات وعقبات كانت موجوده قدام منتخب الجزائر، فمعناها ان انا افضل سالخ ايتو طول الخط. لا معلش بقى، انا صحصح شويه، احنا بنتكلم على واحد من افضل اللعيبه في تاريخ قاره افريقيا كلها، وسامو ايتو لولاه البطوله دي ما كانتش اتلعبت، فمعلش سامو ايتو ما بيقولش كده قدام الكاميرات، سامو ايتو بيقول كده في غرفه مغلقه تم تصويره علشان هو صامويل ايتو ايكون، ايقونه في عالم كره القدم الافريقيه قبل ما يكون رئيس الاتحاد الكاميروني، تم تصويره علشان خاطر يتقال ان صامويل ايتو بيحفز اللعيبه، الحرب مش الحرب، ياما اتقال كلام اكتر من كده بكتير في الاوضه المغلقه، الفرق ان كان بيقولوا ناس مش مشهوره، المره دي علشان صامويل ايتو هو اللي بيقوله فالكلام لازم يبقى كبير، معلش حرب ايه؟ صامويل ايتو نفسه عارف ان الحرب دي داخل الملعب، بس احنا اقتطعنا الكلام من سياقه علشان خاطر الفيديو كده هيدين سامو لقيته، انما كمالته مش هتدين سامو لقيته. يا جماعه قبل ما نفتح الطريق للهجوم على حد، معلش يعني الكلام ده كان بيبقى حلال لينا، وكنا لما بنقول لعيبتنا كان بيبقى الله على الروح والحماس والجرينتا، لما سامو لقيته يقول ويبقى حقد وكراهيه ما تبطلوا تعريض بقى علشان خاطر خلاص اتخنقنا من ام السهريه دي، يعني انتوا كرهتونا في الكوره في مصر رايحين ورانا هناك في كاس الامم الافريقيه علشان خاطر تاخدوا اي موقف وتبلوروه وتطلعوا ان سامو لقيته والناس كلها كرهاك، لو الناس كلها كرهاك يا باشا وعامله عليك مؤامرات ما تروحش تلعب، وخليك كده قاعد في ام لوحدك واحتفظ بجزء لوحدك في بلدك كده، وخليك بعيد عن كل القاره، طالما كلها بقت مظلومه وكلها بقت بتشن عليها حروب يبقى بلاش بلاش كده، واحترم نفسك واحترم عقليه الناس بدل ما انتوا فاشخين ام العقليه بتاع الناس. الواحد بيتعصب اه، بس بصراحه اللي بيتقال ده بقى كلام يوجع البطن وكلام يوجع المراره، لعيبه كانوا بيلعبوا بخشونه امبارح يقول لك ايه بيلعبوا بخشونه وخشونه، ما طبيعي انت بتلعب لعيبه افضل منك بكتير، فلو ما خوفتوش جوه الملعب هيركبك فلازم تخوفه، لا لا ما ينفعش يعمل معاك كده، ما ينفعش يدخلوا تدخلات قويه، والنهارده طالع يقول لي سامو لقيته ما ينفعش ان هو يطلع يحفز منتخب بلده، امال سامو لقيته يجي يحفز منتخب بلدنا؟ ما تبطلوا بقى علشان خاطر خلاص الواحد جاب اخره. اه لو في كملت معاه لحد فانت برنس بصراحه، انا مش عشان بحب سامو لقيته، لا انا علشان بقول ان الكلام اللي لقيته بيعمله وعمله ده كنا احنا بنعمله قبله، ولسه حتى الان في مدربين بتعمله، وفي مدربين في قطاعات الناشئين في مصر بتضرب لعيبتها بعد ما بيخسروا، بس هي كلها افواره وكلها عايشه في دور المثاليه.